أهلا بكم في النشرة الرياضية. اختتم أعضاء فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين، اختتموا استعداداتهم النهائية للمشاركة في بطولة القتال النهائي UFC بعد اجتيازهم الفحص الرسمي للوزن، والذي احتضنته صالة روث إيكارد بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور جماهيري كبير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة. هذا ويعتبر فحص الوزن الخطوة الأخيرة لدخول حلبة النزال. Of the evening, ladies and gentlemen, Sugar, Rashad, Evans, and Glover Teixeira. انتزع دارو كليب الفوز من منافسه النصر، وذلك في النهائي الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة، حيث نجح فريق دارو كليب في تحويل تأخره بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط لشوطين، ليقترب بذلك من تحقيق لقب بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه، فيما بات النصر يحتاج إلى عودة قوية في النهائي الثاني يوم الخميس المقبل إذا ما أراد تأجيل الحسم لمواجهة فاصلة. تنطلق في 5:30 مساء الجولة 14 من الدورية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي الحالة مع الرفاع الشرقية على استاد النادي الأهلي، ويواجه المنامة فريق الرفاع على استاد البحرين الوطنية، فيما يلتقي بعد هذا اللقاء مباشرة فريقا الملكية وسترة.